السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم باشمهندسين الأخبار؟ معاكم محمد منصور مهندس معماريات، والنهاردة هنتكلم عن الـ Advanced Topics في الـ C Sharp، وهنبدأ بمعلومة مهمة جدا هنتكلم معاكم فيها. هو مش معنى أنا قلت إنها Advanced يعني إن هي دي الطب بتاعك، يعني أنت خلاص هتقف هنا، لأ. دي Advanced من وجهة نظري أنا كواحد بيجنر لسه بيتعلم الـ C Sharp. فانت كده بقى بتدخل في حاجات اللي هي الادفانسد، الحاجات اللي تخليك تبقى عندك ديب اندرستاندينج او فهم عميق اكتر للغه. إيه يعني انت خلصت الاو بي وفاهم الاستراكشر بتاع البروجرام بتاعك، عرفت تستخدم شويه دوال بسيطه كده. فاحنا بقى حابين نتكلم يعني اللي هو ايه بقى اللي بعد كده، سواء انت حبيت تكمل ويندوز ديسكتوب، حبيت تروح للويب ابلكيشنز، مثلا هتعمل تطبيقات موبايل شغال، ممكن ألعاب برضو الناس الغاوية. فأنا حابب إن أنت تبقى يعني مدرك شوية تفاصيل كمان زيادة، حبيت أحطها هنا في البلاي ليست. ونبدأ بأول حاجة معانا وهي البارشال كلاسز. البارشال كلاسز ديت مفهوم لذيذ جدا، خصوصا لما تتعلم حاجة اسمها السورس كنترول، اللي هو إن أنت بتنظم الشغل بتاعك في أكتر من ملف، تحديدا الكلاسز يعني. فبدل ما بتكتب كلاس كامل 20 مش ديشليون الكود، تمام، كلهم في ملف واحد. مثلا افترض انت عندك تيم عايزين تشتغلوا على الكلاس، كل واحد يمسك حاجه معينه. في السورس كنترول لو انت بتعدل في نفس الفايل بيبقى ده تعارض كونفليكت، وبيحتاج انه يتحل يدوي، تمام. انما لو انت مقسم على كذا ملف الكلاس ترجع تجمعهم في الاخر عن طريق كومبايلر، فكده السورس كنترول عندك مش هيبقى فيه اي مشاكل. فدي احد المميزات بتاعت البارشال كلاسز، تمام. الناس طبعا اللي داست في الويندوز فورم او ال دبليو بي اف هتبقى شافته اكتر، والناس اللي جايه في الاي اس بي من فيرجنات قديمه شويه، اي اس بي 2 و3، هتلاقي برضو البارشال كلاسز كانت بتتعمل يعني اوتوماتيكال جنريتد، تمام. فاحنا هنشوفها دلوقتي مع بعض في الكود. لو جينا هنا كده، ده عندنا مثلا كلاس 1، تعالوا كده نضيف كلاس كمان للمشروع بتاعنا، كلاس، وهنسميه مثلا main class، تمام. ده كده main class. طيب تعالوا بقى نعمل منه يعني مثلا الكلاس ده هنا اهو، ونقول مثلا هنا اهو كده كلاس كونتينر، ماشي. فالملف ده اسمه كلاس كونتينر، تعال نمسح الكلاس اللي فيه. احنا هنقول له بقى عايزين بقى نعمل بارشال كلاس، فتعال نقول له اول حاجه، معلش هقولها لكم، تعمل دي بابليك، تمام، الكلاس بتاعك يكون بابليك. تيجي هنا تقول له بابليك بارشال كلاس، اسم الكلاس اللي انت بتعمل له بارشيت يعني هيرجع يتكمل عليه مين كلاس، تمام. فلو انت قلت له جو تو ديفينيشن، هو هتلاقيه بيقول لك هنا بص في واحد هنا وفي واحد هناك، فبيقول لك هنا ايه، انت عايزك تعمل له بارشيت زي ما كنا بنقول. اول حاجه هنعمل الكلاس بتاعنا public partial، تمام، يعني ان الكلاس ده بيتجمع مش كله في ملف واحد. وفي الكلاس بتاعنا هنا عندنا برضو تعريف له، ممكن يكون عندنا مثلا تعريف لكلاس تاني بالمنظر ده، وتاني وتالت ورابع وخامس، يعني عادي براحتك في كذا فلاير، المهم ان انت قسمتهم والكومبايلر هيرجع يدمجهم لك كلهم في الاخر في ملف واحد، تمام. ده كده حوار البارشل. والدليل على كلام ان انت لو كتبت هنا مثلا integer x هتلاقيه في الفولدر التاني هنا، بص كده، لو قلت void do اي حاجة مثلا x موجودة اهي، اريها عادي، تمام. فده الدليل على كلامي، اي حاجة مثلا. طيب الجزء التاني معانا ال static classes. ال static classes لو انت فاكرين كلمة static في البرمجة الستراكشرد الهيكلية،
انت بدل ما تعمل اوبجكت من الكلاس هنأكسس بالكلاس على طول الممبر اللي احنا عايزينه، لان هما ستاتيك ممبرز في ستاتيك كلاس. تمام، الستاتيك كلاس بقى ما ينفعش يبقى فيه اي حاجه انستنس خالص، يعني مش زي الكلاس العادي انت ممكن تعرف حاجات ستاتيك وحاجات لأ. هنا الكلاس بيبقى كله ستاتيك. تمام، فبقول لك انت ما تقدرش تعمل منه اوبجكت، وبيعتبر سيلد مع نفسه، فما تقدرش انك تورث منه، ولازم يبقى جواه ستاتيك بس، وبيبقى اسرع بالنسبه للكومبايلر لانه طبعا ما بيتعملوش نظام النيو والكلام ده. فلو جينا هنا في الكود، تمام، نقول هنا ونفترض ندوس سيف، خلاص مش عايزينه، هنعرف ستاتيك كلاس. تمام، ستاتيك كلاس ماي ستاتيك كلاس ماي ستاتيك كلاس، خلي ده بابليك. تمام، لو انا جيت اقول له انت اكس مش هينفع، لازم اقول له ستاتيك انت اكس. ركز ركز بالله عليك، برضو الدوالي نفس الكلام. ايوه نفس الكلام، ستاتيك فويد ستاتيك ميثود لازم ستاتيك، لان لو فتحتها كده ايرور على طول. تمام، ده بقى دلوقتي بيفسر لنا ليه كان لازم نعرف ستاتيك في البرمجة الهيكلية أول ما خدنا الميثودز. عشان يا باشا الكلاس بتاعك ده أهو، هو مش ستاتيك بس في داله ستاتيك، فهي مش شايفه غير الكل، الكل ما يشوفش الا الكل، انما الواحد يشوف نفسه او الكل. تمام، فده كان بيفسر لنا الحوار ده. الجزئيه الثانيه اللي معانا بعد كده ال nullable types. null كلمه null اللي هي تحديدا في الالماني، واني دارس الماني دويتش، نول نول يعني صفر، بس تحديدا الصفر الفارغ، يعني صفر في الاعداد وصفر كفراغ. ف نول او نول ليفل عامه في الانجليش معناها الا شيء. في البرمجه انت ما بتديش فاليو، البيتس زي ما اتفقنا في الميموري بتاعت الكمبيوتر بيبقى صفار وحايد، الناس اللي دارسه كمبيوتر ساينس. ف انت ما بتحطش فيها اي قيم اساسا، كانك مش مستخدمها، فده بيوفر مساحه برضه، تعرفت الاوبجكت من غير ما تديله قيمه. فالبريمتيف تايبس وحتى الكلاسز اللي انت معرفها بالطريق اليوزر او اي حاجه ينفع تاخد نال. وهنلاقي الكلام ده لما كنا بنعرف كلاس، لو انتوا فاكرين بص كده بيقول لك ايه، انا افترض في السترينج تحديدا، سترينج مثلا واي اي حاجه، ده بيقول لك اهو لازم يكون ستاتيك كده الاول. بعد كده هيجي يقول لك warning ال y x ده string فممكن يبقى nullable. تمام، ف انت بيقول لك خليه nullable. تمام، nullable يعني تحط له استفهام على الطيب، وده معناه ان انت بتأكد ان هو يقبل، يعني يا بتأكد ان هو يقبل null يا بتديله قيمة وتعرفه بقى في methods، فكده مش هيبقى null لغاية ما اليوزر هو اللي يحدده null بإيده. تمام، طيب عندنا بقى حاجة كونسبت مهم جدا 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 اسمه جينيريكس. جينيريكس ده ببساطة خالص، فاكرين ما كنا نيجي مثلا نعمل array في المشروع بتاع الاستراكشر، كنا عايزين نعمل array مثلا، فكنا بنقول احنا اختصارا للوقت عشان ما ندخلش في مفاهيم معقدة، احنا نبقى عارفين ان الاماكن اللي هي 0 1 2 3 بتمثل حاجة معينة وهكذا. لا، الجينيريكس بقى انت تقدر تحط اللي انت عايزه باسمه جوه ال جوه الـ الحاجات الاتريتابلز، اللي هي تحديدا مثلا الليست الاري، الحاجات اللي هي نفترض هاشابل زي الدكشنري، الحاجات اللي في داتا ستراكشرز متقدمه زي الكيو والستاك، عن طريق التايب، التايب اللي انت عايزه. فهي جينيريك يعني بتقبل اي تايب. تمام، فاحنا مثلا لو جينا نشوف هنا المثال ده عندنا لستة، تمام، هي زي الاراي بس من الانتجرز، ما بتعرف لهاش السايز بتاعها في الاول، وتقدر تضيف لها او تمسح منها عادي خالص،
واهم حاجه ان انا ما بيعملش بوكسنج اللي هو كاست وريكاست و كونفرجن. تمام، برضو انت ممكن تعملها في الكلاسز. فانا قلت ليست مثلا من كلاس امبلويي اللي انا معرفه بايدي كيوزر، برضو مش هيبقى فيه بوكسنج ولا انبوكسنج، يعني حلو جدا في الميموري. تمام، ده برضو كيو الدال بتاعته الناس مهتمه بالداتا ستراكشرز، نفس الفكره. تمام، الستاك برضو نفس الكلام، طبعا الناس الحلوه اللي مهتمه. الفرق ما بين الستاك والكيو مهم جدا. الكيو اللي هو الطابور، واضح من اسمه، فيرست ان، اول واحد داخل، فيرست اوت، اول واحد داخل. انما الستاك اقرب مثال ليها الاطبار اللي فوق بعضها كده، عارفين اطبار المواعين، نفس الفكره. طبعا الانسات العزيزات اي واحده يعني ست بيت، حتى يعني عايشه في بيت بابا ماما كده، طبعا عارفين الكلام ده. ونصيحه ليكم من اخ كبير، كل الشباب والشابات يهتموا باهلهم ويراعوهم، لان في الاول وفي الاخر دول اللي جابوهم الدنيا دي، دول اللي خليهم يبقوا في المكان اللي احنا فيه ده. فانا يعني بدعوكم فضلا وليس امرا ان انتوا تراعوا ربنا في اهليكم. دي طبعا حاجه كده ممكن تكون بعيده عن الفيديو شويه، بس يعني يا جماعه احنا في الاول وفي الاخر بني ادم. تمام، كلنا بني ادم. تمام، نراعي ربنا في نفسنا وفي اهالينا. نكمل موضوع الحلقه، الستاك زي ما قلنا اقرب للاطباق، فبتبقى فوق بعضها. ماشي، كيو طوبير. الاتجاه بقى سواء كده او كده، عشان في ناس بتسال الاسئله دي، مش فارقه والله، والله العظيم ما هي فارقه. تمام، بس الستاك بقى تبقى لاست ان، اخر واحد هو اللي اول واحد تشتغل عليه، فيرست اوت. تمام، الديكشنري للناس اللي ما اتعاملتش معاه، هو نظامه كي وفاليو. فانت بتحدد التايب بتاع الكي والتايب بتاع الفاليو، بناء عليهم بتستدعيه بالطريقه دي، يا اما ان انت بتضيف كي. تمام، اللي هو عن طريق اسم الديكشنري دوت اد. تمام، هيضيف الكي والفاليو بتاعته، يا ريموف الفاليو من الكي، يا بسكوير براكت زي الاري تكتب جواه الكي اللي انت عايزه ويساوي الفاليو بقى. تمام، طيب في برضو الجينيريك ميثودز. الجينيريك ميثودز دي فكرتها ببساطه خالص، ان انت بتخليك تتعامل، يعني الكود من جوه بيبقى دايناميك، بحيث انه بيستقبل التايب اللي انت بعته للميثود وبيخليك تنفذ الكود المناسب ليها. وانا افترض هنا مثلا في الانتجرز، يعني في الانتجرز، الانتجرز ينفع تتاكد من الساين بتاعهم، ينفع تتاكد هم اكبر من قيمه ولا اقل من قيمه. فانت لما تقول ان الميثود بتاعتك، تقول ان الميثود بتاعتك انتجر، يبقى انت تقدر تعمل الكلام ده. ده عن طريق انك حددت التايب بتاعها، خليتها جينيريك. انما بقى لو هي سترينج مثلا، فانت تقارنه مثلا بقيمه معينه بهاش كده. طيب الجينيريك كلاسز، الجينيريك كلاسز نفس الفكره، بس بدل ما كانت على قد ميثود، بقت في الكود كله على قد الكلاس. حلو كده، فانت كل فكرتها برضو دي بقى بتبقى مهمه جدا جدا في الديزاين باترنز الخاصه بالبرامج الكبيره، بتفرق جدا في اداء البرنامج، ان انت تعمل حاجه جينيريك بنفسك. تمام، باي يور هاندز، دي بتفرق جدا معاك وبتخليك، يا بص كده كده بالنسبه للشركات حاجه عظمه يعني. كل فكرتها ببساطه، انت بتخلي الكلاس بتاعك الممبرز والدوال او الفانكشنز اللي فيه البيهافيور ككل يتوافق مع التايب اللي انت حاطه. فلو خدنا الكلاس ده كمثال كده مثلا، بيقول اهو ماي جينيريك كلاس وبياخد تايب تي، اذا التايب تي ده هيأثر على الفيلدز دي اللي هي دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة. تمام، والجينيريك كونستراكتور بتاعه، بما انك عرفت له تايب، فانت لما تيجي تبعت له تايب في الكونستراكتور هيتقبل على الفيلدز، لانه ما نفس الحاجة. صح، معايا بالله عليك. برضو البروبرتيز نفس الفكرة، تاخد برضو جينيريك تايب. تمام، وتشتغل بيه. ملحوظة بس صغيرة، في برضو كانت ناس تقعد تسألني يا باشمهندس، هو لازم اكتب تي؟ ما ينفعش يو، ما ينفعش واي، ما ينفعش اكس، ما ينفعش حمار، ما ينفعش جحش؟ ينفع عادي، ده
كلمة يا جماعة. البرمجة فهم مش بصمجة. شوف بص، البرمجة فهم مش بصمجة. عايزين ده شعارنا، توكلنا على الله. انت عشان تعمل جينيريك زي ما اتفقنا، انت بتعمل الانجل براكتس اللي هي اقواس الزاوية، تحط فيها التايب. تمام، هل ممكن اورث يا باشمهندس الكلاسز اللي فيها تايبس؟ نعم. شوف المثال ده، نخلي الكلاس بتاعه اتريتابل. اتريتابل يعني ان انت تقدر تحطه جوه فور ايتش ويتلف عليه. حلو كده. ويقول اهو، بص بقى، في حاجه اسمها ستريكت تايب. يعني انا عايز اخلي التايب بتاعي ده حاجات معينه. فمثلا اول ما قايل له كلمه وير اهي، التي ده اهو يتبع الامبلويي. طبعا الامبلويي يعني الامبلويي واللي زيه، اتباعه هما الورثه بتوعه. اي حد ورث الكلاس ده يخش عادي. تمام.